ما هي الا مناشده لرجال الشرطه والشعب بالشرطه والجيش بالانتظار حتى السادسه صباحا وقت حظر التواجد. خلينا نسمعهم يا محمد، خلينا انهم يحترموا القانون وانهم يحترموا الشعب والجيش والشرطه وانهم سيخرجوا للشوارع ما بعد الساعه 6 بعد. خلينا نسمعهم يا محمد. لا ده نستنى للساعه 6 دي يعني. المسجد بعد وقت حظر التواجد فتعاونوا معنا يا ابناء الشرطه الشرفاء وتعاونوا معنا يا ابناء الجيش الشرفاء فنحن نناشدكم ونحن نطلب ونرجو الله تبارك وتعالى ثم نرجوكم بألا تعتدوا على احد وألا تسيئوا الى احد وألا تروعوا احدا بما لديكم من اسلحه وبما لديكم من قنابل مسيله للدموع. لا تروعوا احدا من خلق الله تبارك وتعالى. لا يجوز لك اخي أن تروع أحدا من خلق الله تبارك وتعالى حتى لو كان يهودي يعيش معك على أرض الوطن في مصر، حتى لو كان نصراني يعيش معك على أرض مصر. أستاذ وائل، دلوقتي المناشدة لرجال الشرطة والشعب والجيش بالمناشدة إن هم لا يتعرضوا لأحد داخل المسجد. أنا سامع. خلينا نسمع يا محمد. محمد خلينا نسمع يا محمد. أنا ما رأيتش حتى الآن قنبلة مسيلة للدماء خرجت يعني من سلاح الشرطة أو من الجيش تجاه المسجد. كمان لقيته يعني بيقول إنه يريد الشرطة إن هي تحترم من داخل المسجد ويقول اعتبروهم نصرانيا. يا محمد، محمد أنا سمعت يا محمد. محمد كلام محمد إلا يعني عايز ياخد العاطفة، عايز يعني محمد محمد خلينا نسمع محمد. محمد يكون حقيقة يوم القيامة أمام الله تبارك وتعالى، فهذه مناشدة إنا ونحن متواجدون داخل المسجد. واتقوا الله فينا، واتقوا الله في الأبرياء، واتقوا الله. وللعلم المتواجدون داخل المسجد ليسوا إخوان، على قد ما عارفين المتواجدون داخل المسجد هم من أبناء الشعب المصري من الموحدين ومن المسلمين، وليسوا ينتمون إلى أي حزب من الأحزاب الموجودة على الساحة الآن. فاتقوا الله تبارك وتعالى، فاتقوا الله تبارك.